أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بقناتكم 3D بالعربي. اليوم نشوف المحتوى المجاني يلي تم طرحه على منصة فاب. طبعا اعذروني، هو تم طرحه من يوم أو يومين، ولكن أنا بسبب انشغالي الكبير في الفترة الأخيرة في العمل اتأخرت عليكم بهذا الفيديو. من موقع فاب نحن بنروح على الليمتد تايم فري من هنا، أو بنروح على هذا المكان الليمتد تايم فري، وحنشوف إنهم مجانيين إلى يوم 20 الشهر. طبعا المحتويات المجانية الثلاثة معانا لهذا الشهر هي كالتالي: المحتوى الأول واللي هو Military Training Facility، طبعا قيمته الإجمالية هي 150 ريال سعودي وهو مجاني هذا الشهر. طبعا مثل ما هو واضح من اسم هذا الكونتنت أو الأسيتس هذه، فهي عبارة عن مكان خاص للتدرب على الأسلحة النارية وإطلاق النار. بإمكانك تستفيد من هذا المحتوى بأكثر من طريقة، فمثلا بإمكانك تستخدمها داخل ألعابك كمنطقة تدريبية على إطلاق النار. أيضا بإمكانك تستخدمها إلك أنت لشخصك أنت فقط للتدرب على نظام الأسلحة النارية داخل هذه الغرفة أو المنطقة، فتتدرب على التصويب، تشوف الرصاص لأي مدى يصل. يعني بصراحة فكرته حلوة كتير، طبعا إضافة إلى أفكار كثيرة جدا بإمكانك تستخدمها داخل ألعابك. طبعا هذا المشروع بيحتوي على أكثر من 173 موديل 3D، وبيحتوي على تكشرز 2K، في البعض منها يصل إلى 4K. أرضية المكان تدعم نظام الفيرتكس بينت، يعني بإمكانك تقوم بتلوين الأرضية بنظام الأوساخ، نظام الغبار، تدمج مع الطبقات مع بعضها. صراحة شيء جميل جدا. طبعا ما في معلومات كتير أعطيها أكثر من هيك، ولكن بتخيل والمعلومات اللي انتم سمعتوها كافية انه يكون بصراحة محتوى قيم جدا لهذا الشهر. طبعا للحصول عليه بدنا نروح على Add to Cart، لكن قبل السؤال اللي بيسألوني اياه ناس كتير دايما، لما نيجي نختار النسخة بنلاحظ انه في Personal وفي Professional. البيرسونال هي النسخة الخاصة لشخص واحد فقط، اما البروفيشنال فهي النسخة الخاصة بالاستوديوهات اللي فيها مجموعة من الاشخاص بيشتغلوا على مشروع واحد. طبعا الغالبية العظمى من متابعين القناة هم أفراد، فبنصحكم تحملوا النسخة البيرسونال. نضغط Add to Cart، وبهذا الشكل احنا ضفناها إلى السلة. نذهب إلى المحتوى الثاني معنا لهذا الشهر، واللي هو الوود مونستر بقيمة 301 ريال سعودي، واللي هو عبارة عن شخصية وحش مصنوع من الخشب، شخصية خيالية طبعا عم نتكلم عنها، بإمكانك تستفيد منها بألعابك، وفي مجموعة من التخصيصات البسيطة اللي بإمكانك تستعملها داخل المشروع. طبعا نظام الحركة مأخوذ من نظام الحركة الأساسي في محرك الأنريل إنجن 5، ولا تتوفر أي مجموعة حركات خاصة لهذه الشخصية. هلأ بصراحة أنا بشوفها يعني مجموعة حلوة، ولكن هلأ من حظنا أنها هي مجانية، ولكن أنك تحط قيمة 301 ريال على شخصية فقط موضوع مبالغ فيه بشكل كبير جدا، لكن بما انها مجانية راح اضيفها الى السلة واستفيد منها. بنروح على المحتوى الثالث معانا لهذا الشهر والاخير، يلي هو الموديلر دانجون كولكشن، واللي قيمته 150 ريال سعودي وايضا مجانية هذا الشهر. طبعا المجموعة عبارة عن مكان قديم جدا، وبصراحة بشوفه بينفع لمجموعة متنوعة من الألعاب، سواء ألعاب الرعب أو ألعاب حتى القتال. فكرته حلوة كتير، تفاصيل موديلات كثيرة جدا. ما بعرف هل هذا هو نفسه ولا شيء شبيه فيه تم طرحه قبل 3 4 سنوات، كان تقريبا شبيه جدا، بتصور مش نفسه، بتخيل شيء شبيه جدا لكن بنفس التفاصيل، فبيحتوي على موديلات ضخمة جدا جدا، فمن بين موديلات البناء، موديلات الشموع، موديلات الهياكل العظمية، النيران، البراميل الخشبية والأحجار والأعمدة والكثير الكثير من التفاصيل. طبعا نحن هون عم نتكلم عن أكثر من 67 قطعة بإمكانك تستخدمها لتغير التصميم بالشكل اللي أنت بتشوفه مناسب. الإضافات اللي ممكن توزعها داخل المكان أكثر من 50 قطعة، يعني بما معناه عدد القطع كلها ثلاثية الأبعاد 117 قطعة تقريبا. وطبعا بالنسبة للنظام التكشرز تصل إلى 4K، بصراحة مجموعة جميلة جدا، رح أقوم بإضافتها إلى السلة. والآن أنا أصبح عندي في سلة ثلاث محتويات المجانية
اللي نحن شفنا اسعارهم يعني عندنا حتى هي انا غلطان 431 ريال بصراحه كثير السعر مبالغ فيه، هذه 301 وهذه 300 ريال، يعني عم نتكلم عن ما قيمته تقريبا 1100 ريال تقريبا انت عم تاخذها بشكل مجاني هذا الشهر. بنروح على تشيك اوت ونكمل عمليه الشراء، وبهذا الشكل حصلت عليها انا بشكل كامل. فالوصول للمحتويات المجانيه الان بامكانك الذهاب الى ماي لايبراري وحتلاقي المحتويات المجانيه اللي قمت بتحميلها طوال السنوات الماضيه متوفره عندك. اي محتوى تقوم بتحميله بشكل مجاني بيكون ملكك مدى الحياه. فمثل ما احنا شايفين جميع الموديلات اللي حملتها السنوات الماضيه متوفره. انا بس حابب اتاكد هل نحن حصلنا على شيء شبيه بهذا؟ راح اكتب نفس الاسم دانجيون، نعمل انتر. بتخيل هذا اللي كنت اتكلم عليه، نعم هذا كان يمكن من سنتين او ثلاث سنوات، شيء شبيه جدا فيه. طيب يا جماعة هذا هو المحتوى المجاني، لكن بحب اذكركم انه في محتويات كثير مجانية داخل الموقع بامكانك البحث ضمن المجموعات انت شايفها هون. فعندنا مجموعات البحث عن مجموعات ثلاثية الابعاد، البيئات، الماتيريال، الديكيلز والشغلات اللي تستخدم الالعاب الـ2D، الفراش التلوين، الـ HDR طبعا لبرامج التصميم ثلاثية الابعاد مثل 3D Max ومايا وبلندر، مجموعة من الانيميشن. يعني شوفوا مثلا اذا دخلت على انيميشن فخليني ابحث مثلا، هلا طبعا انا حاليا في الماي لايبراري، خلينا نرجع على الفاب، هروح على انيميشنز وعندنا مجموعات ضخمة جدا. خلينا ندور إذا في شيء له علاقة في مثلا نظام التحريك اللوكوموشن، حتطلع لنا مجموعات كبيرة جدا وفي أسعار مختلفة، لكن أنا ممكن أجي أقول عند البرايس أنا بدي إياه مجاني. فورا أطلع لي مجموعة بسيطة من الحركات المجانية اللي بإمكاني استخدامها. ففي أحد الأشخاص منزل الصلاة، مجموعة من الحركات الخاصة متنوعة للشخصيات بشكل عام، في عنا أيضا الرقص، في عنا صعود الدرج وحركات مختلفة، يعني بهذه الطريقة نحن بنلاقي أي شيء. لكن الأجمل من كل هذا خلينا نحذف البحث ونروح على القسم السفلي، هنا في عنا ما يسمى الجيم تيمبلت، مجموعات ألعاب جاهزة بإمكاننا نحن نستخدمها. طبعا لسه وضع السعر مجاني وبالتالي عم بورجيني هو مجموعة من ملفات الألعاب الجاهزة اللي بإمكاني أنا أستخدمها. فممكن تتفرجوا عليها، في نظام خاص للمالتي بلاير، في عنا نظام ألعاب الفضاء، في عنا ترو فيرست بيرسون موفمنت، نظام التحريك لشخصية المنظور الأول وغيرها الكثير. بصراحة خذوا لكم لفة فيها، بصراحة في مجموعات كثير تستحق، والموقع مليء بالأمور المجانية اللي بإمكانكم تستفيدوا منها. هذا كان كل شيء للفيديو لليوم، بتمنى الفيديو عجبكم، ما تنسوا تدعموني باللايك، خلونا نوصل هذا الفيديو على الأقل إلى 100 لايك حتى يكون في استمرارية بطرح هذا النوع من الفيديوهات، وأشوفكم بالفيديو القادم بإذن الله تعالى، مع السلامة.